ما لو سياده الرئيس ما حققش طول فتره رئاسته غير حق لزهر بس، يبقى كفايه رجاله. الحال ده مش هيكفينا وبس، لا احنا هنصدر منه ونعمل شويه فلوس عنب. والرئيس بنفسه هو اللي اختار اسم زهر ده على فكره. امال ايه؟ قول لي ليه، قول لي ليه. ليه؟ لان مشروعاتنا بالصلاه على النبي كلها في عز الظهر وعلى عينك يا تاجر. بالك انت تعرض على الرئيس يسميه امريكاني وانجليزي بس اسم الله عليه؟ قال لك لا هو زهر، لانه هينقلنا من ظلمه الفقر لزهر الغنى الفاحش. وائل عايز يسال، اتفضل يا وائل. الناس خايفه لا يطلع زي قناه السويس الجديده يا استاذ. لا وائل، قناه السويس الجديده مين ده؟ مشروع العوم. لعلمك بقى القناه دي بتكسب وبتكسب كتير كمان. امال بس الرئيس مخبي مننا الخير ده عشان عرفنا مصرفين وهنصرفها في الهفا. هو اخد الفلوس واستثمرها في حقل زهر اللي هيخلينا فوق السحاب. لا سحاب مين، لا مؤاخذه، هيخلينا فوق اطول مسله فيك يا كرنا. شادي اتفضل يا شادي. طب لما احنا عندنا غاز بنستورد غاز من اسرائيل ليه؟ ما هو بص لو ما فيهاش اساءه ادب مني يعني شكلك بتقعد مع خرفان. ما هو ده كلام خرفان يا شادي. هو احنا ربنا ادانا ليا ليه؟ ما عشان نفكر اخواننا. اللي هيسالك السؤال ده تقول له انت دلوقتي ربنا كرمك بشغلانه محقق منها اكتفاء ذاتي ومش محتاج حاجه من حد، وهوب جات لك مرمه ولا سبوبه بعد الظهر، شوف زهر برضه سبحان الله، وجات لك شغلانه بعد الظهر تحسن بيها دخلك وتجيب منها كسين فاكهه تخش بيهم على عيالك، هتقول لا يعني؟ اهو احنا بقى عندنا حقل زهر والغاز بتاع الصهاينه هو كسين الفاكهه اللي هنشبرق بيهم على الشعب. ايه مش مقنع؟ صح. طب خد دي، هنقول احنا كدوله مش محتاجين الغاز ده وعندنا حقل زهر بتاعنا قشطه، بس شركات قطاع خاص هي اللي راحت اتفقت مع الصهاينه من ورانا مش احنا، مش الدوله يعني، وهم احرار بقى ومحدش النهارده واصي على حد الصراحه. ايه مش واكله برضو؟ طب بصوا بقى، احنا اللي هيكلمنا هنقول له انت نايم على بطنك في بيتكم وبتنظر علينا وجنودنا بتحارب الارهاب في سينا. يا اخي خلي عندك دم يا اخي، وقف جنب بلد. واللي هيدحر معاك يبقى خروف وش اخواني، ولازم ساعتها نبلغ عنه قوات محاربه الارهاب اللي ارقامها موجوده على الشاشات. بس انا صاحبي مسيحي وبيقول نفس الكلام. وانت اول مره تعرف ان في مسيحيين اخوان؟ جرايا سعيد، انا اعرف ملحدين واخوان يابا. وبعدين هو في اكتر من صدمه ان الفريق سامع عنان يطلع في الاخر اخوانا رجاله. مشكلتكم ان انتوا لغايه النهارده مش عارفين يعني ايه اخوان. تعريف الاخوان عندنا رجاله هو اي حد بيقول لا، فنستهدى بالله كده ونسمع الكلام. فهمتوا ولا لا؟ ما شاء الله عليكم، ما شاء الله.